تناولت الجلسة مفهوم الأمة اللي تم مناقشته خلال المؤتمر، وأهمية توظيفه في وضع استراتيجيات وأولويات لمكافحة الفقر، ويتم من خلاله تفعيل دور المؤسسات والأفراد من أجل العمل المشترك من خلال هذه المفاهيم المشتركة. اليوم المشاركين المتحدثين في هذا المؤتمر حقيقة أثروا الجلسات، تم الوقوف على أهم تجارب العلمية والفكرية في الجامعات على مستوى العالم وعلى مستوى المؤسسات الفكرية لتوضيح يحتاجه اليوم كل فرد منا من فهم للمعنى الحقيقي للوحدة، توحيد الأمة. اليوم نحن نعيش حقيقة في عالم متغير، نحتاج دائما لمثل هذه المؤتمرات اللي تثري النقاش الفكري. احنا كمجتمعات حقيقة باختلاف الثقافات باختلاف العقائد، هذا الاختلاف اليوم اختلاف صحيح، لكن تحتاج أنك أنت ترجع فيه إلى المفاهيم الأساسية اللي تحقق من خلالها فهم يمكن أن يقول يغلب عليه الاتفاق ما بين الجميع.